هل شفتوا نماذج استرشادية سابقة واشتغلتوا عليها؟ بالظبط، هو ده برضو احد الحاجات اللي احنا كنا شغالين عليها زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان احنا كان في تطوير كبير في مجال الروبوتكس بره مصر، فاحنا طب جوه مصر ما فيش الحاجه، اغلب النماذج او اغلب الكليات بتعمل حاجه بروتوتايب، احنا كنا عايزين حاجه تبقى موجوده زي اللي بره، فاحنا فعلا درسنا روبوتكس كتير، عملنا ريفرس انجينيرنج ليها، كان اجزاء الروبوتات او اجزاء الروبوت عندنا مش موجود ان احنا نشتريها، كنا لازم عشان نشتري حاجه زي قطعه مثلا زي الكتينه او حاجه اسمها السوفل تكلفنا على الاقل $15,000، فبالنسبه لنا ده تكلفه كبيره جدا. فاحنا صنعناها من الصفر، يعني في قطعه زي السوفل دي قعدنا فيها 3 شهور بنعمل دراسه، بنعمل ريفرس انجينيرنج، بعد كده نفذناها من الصفر حرفيا وطلعت زي نفس القطعه اللي انا بستوردها. انا مش عايز ابالغ واقول لحضرتك انها طلعت افضل، بس يعني اكتفي ان انا اقول مثلا ادتنا الوظيفه اللي احنا عايزينها بكفاءه عاليه جدا. تكلفتكم قد ايه يا باشمهندس؟ هو الحمد لله احنا كنا واخدين دعم، احنا كتكلفه شخصيه ما فيش، لا احنا خدنا دعم، هي تكلفه القطعه السوفل دي كان واقف علينا تقريبا بحوالي 5000 جنيه 5000 جنيه وهي من بره لو انا اجيبها ب $15,000 بالظبط. يعني هي بس بتكون من قطع كتير جدا، احنا صنعنا كل قطعه لوحدها وركبناها. تاني حاجه برضو اللي هي الكتينه، الكتينه دي احنا مثلا كنا في الاول عايزين نستخدم عجل، بس العجل مش مناسب مع النار، يعني العجل لو مشى في النار مع حريق هيتحرق هيحصل فيه ثقب، لكن الكتينه دي زي بتاع سير الدبابه او مثلا سير الجراف، فعشان نشتري حاجه زي دي برضو اعلى بكتير من $15,000. فلا احنا صنعناها حرفيا من الصفر بالسسبنشن سيستم اللي هو نظام صوصات بكل حاجه بحيث انها تتحمل مثلا 600 كيلو. احنا شايفين صور، احنا عايزين نشوف صور من الحاجات العظيمه دي. تمام. احنا يعني وقفنا مثلا كنا بنقف بالسته بالسبعه عليها، بنقف بالسته او بالسبعه على الاشخاص على الروبوت ويتحرك بيها نجرب الكتينه دي. احنا شايفينه ده هو ال ايوه مظبوط هو ده هو ده التست اللي بقى التفصيل عشان نقرب الصوره كده للناس. الجزء العلوي ده انا كنت لسه بعمل في البدايه خالص، كنا لسه بنعمل تيست المدفع بتاع الميه، ده الجزء اللي في النص ده والسويفل اللي هو في المدفع. المدفع بيكون يعني جواه 2 سويفل. فده برده كان في ورش الكليه كنا لسه بنصنع في الشاسيه. الشاسيه برده احنا يعني عملنا عليه دراسه بحيث ان هو ستريس اناليسيس، بحيث ان هو يعني اوزان، في اوزان كبيره الروبوت بحيث ان هو لو في انهارات حصل عليه انهيارات في اوزان كبيره. اعتقد يا باشمهندس لازم برده في خفه مرونه للروبوت، لانه في اماكن الحريق لازم يبقى في حركه سريعه ليه عشان يواجه مصدر النار. يعني ما هو الفكره بتاع الروبوت ان هو مصمم للمناطق الصناعيه او مثلا المناطق البتروليه، فحسب بحيث لو في حصل انفجار او انهيار او غازات سامه الروبوت هيتم التحكم فيه عن بعد مثلا مسافه توصل ل 500 متر بدون حواجز. فانا مثلا رجل اطفاء او ايا يكن الشخص اللي هيتحكم في الروبوت هيقف على مسافه كبيره جدا، هيدخل المكان اللي فيه خطوره، في غاز، في انهيار، في اي حاجه، لا الروبوت هيدخل هيتعامل مفيش اي مشكله، في كاميرا مثبته عليه هتمكنه من ان هو يقدر يتحكم في الروبوت. خلاص هو عرف الوضع هيبدا في اطفاء، عمليه في الاطفاء فورا.